السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد أبو زيد للصيانة والتوصيلات الكهربائية. النهاردة هنتكلم عن صيانة مكن الحلاقة الرجالي. زي المكنة اللي احنا شايفينها دي مكنة أمريكي، حاجة محترمة، حاجة عملية جدا، بتشتغل في المحلات يعني هرق، شغالة جامد فضال. وفي نفس الوقت لو حد فكر ان هو يجيبها في البيت استعمال منزلي هو ليه ولاولاده، ماشي، تبقى حاجه يعني تقعد معاك سنين. النهارده دايما الكابل ده احنا بتبقى مشاكل المكن ده مع الاستخدام بتروح قطمه من هنا وبتشرز وتروح عامله قفله، فاحنا بنغير. هوريكم ازاي تغيروا الكابل وازاي، دي من ضمن المشاكل اللي هي بتبقى في المكنة. هي فيها مشاكل كتيرة بس يعتبر ابرزها الكابل بيضرب من هنا، فاحنا هنشوف ازاي نغير الكابل وازاي نشتغل فيها من جوه. احنا بنفك الثلاث مسامير دول، طبعا احنا قبل كده عملناها. فبتبدأ، بصوا احنا بنعمل، بيبقى فيه سلك رايح على المفتاح اللي انت بتشغله اللي هو الاون والاوف، والسلك التاني رايح على جزء من الملف التاني ده. احنا بنعمل ايه؟ طبعا احنا بنعمل خي علشان السلك ما يهربش او نتنين مرتين. احنا بنفك وبنروح فكين الشرينك الحراري ده ونلحمه، لازم نستفاد بالترميلة دي، وفي نفس الوقت بنعمل خيه للمسمار دوت ونروح مركبها. خليكم معايا هفك الحاجة ديت واجي. طبعا احنا بنفك المسمار ده وبنفك الترميلة دي اهي، ماشي، عم بفك المسمار ده كده سريع، خليكم معايا. انا مش عاوز اطول الفيديو علشان برضك محدش يستعوقنا. ادينا احنا كده، احنا فكينا الكابل اهو، وادي المسمار اللي هو بنعمل للسلك خية. ده احنا بنعمل ايه بقى؟ بنفك الشرينك ده، طبعا احنا لازم نحافظ على الجزئية دي، وبنروح السلك من هنا مشرز فاصل. يعني احنا لو مسكنا السلكة كده، لو مسكنا السلكة السودة دي جديدة، اما دي بصوا فصلت معانا، كانت بتشرز من هنا. فطبعا احنا نعتبر الحمرة دي، احنا طبعا بنطول هنا كده مع بعض. شايفين السلكة قدامكم؟ طبعا انا عاوز اقول لكم ان المكنة دي شغالة في محل بتاع صالون حلاقة، يعني شغالة 24 ساعة. طبعا انت لو جبتها استعملك في البيت تبقى حاجة ملهاش حل. يعني بنروح احنا قصين ديت، قصين دي كده، ومطلعين الشرين كده او بحتة قطر. انا بحاول احافظ على الحاجة دي. نعمل احنا ايه؟ بنروح عاملينها بنلحمها زي دي الفار كده، ونروح جايبين حتة شرنك حراري بيبقى تخانته حوالي 2 ملي. طبعا احنا بنريح الشرنك الحراري ده، المفروض
الواحد يجيب له في البيت نظام متر او مترين. اهو احنا قصينا الشرنك الحراري، نستخدمه في حاجات كتيرة. بركبه كده، شايفين معايا؟ وبعدين بعمل الجدلة دي، وبدي قرصة بالبنسة اهي، واروح منزل الشرنك الحراري اهو، وبالولاعة، واروح. طبعا ده احسن وافضل، احنا الولاعة عندنا اهي، دي فاضية الولاعة اهي. بصوا بيطبع على السلك، حاجة محترمة جدا. كده يعتبر احنا عملنا اول فكرة. تاني فكرة بنقص، بناخد طبعا الطول ده، بنقص التانية دي كده، وبنعمل السلكة دي كده، بنفرقها كده، بنعملها نظام مقص، نعملها نظام ترميلة، بروح عامل عاكس كده. حاجات بسيطة بس ايه، مفيدة جدا. بنروح قافلين على المسمار كأني بعمل خوصة على او ترميلة على المسمار نفسه. لازم نتصرف عشان نقضي الحاجة. بنقص طبعا كده. خلاص انا اعتبر كده انا خلصت. انا مش هدينا بنركب المسمار دوت اهو في مكانه. ياريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير، اللي بيشوفنا وبيتابعنا، واللي ما اشتركش يشترك معانا. وطبعا ده بحطها هنا كده مكان المخصص بتاعه، وده اركنه كده. طبعا احنا ده بنعمل له تانية دي كده، بحيث ان تعمل لنا نظام خية. هتنيها وارجع لكم تاني، خليكم معايا. رجعنا لكم. طبعا احنا تنينا السلك، عملنا نظام خاية برضك عشان ما يسحبش معانا، ونروح نقفل الغطا الخاص بيه، ونركب المسامير، ثلاث مسامير. ده يعتبر من ابرز المشاكل اللي في المكن. طبعا احنا السلك ده مع مرور الزمن والوقت بينشف بيقطم، فاحنا رشحنا ان احنا نعمل كابل ترمو 1 ملي معتمد نظيف، بحيث حتى استعمال طبعا صالون الحلاقة غير الاستعمال الشخصي. ده احنا مطولين الكابل دوت. طبعا هنبدأ نسمي ونركب. بسم الله. لو انتوا سامعين الصوت، انتوا سامعين كده، وبكده يعتبر احنا خلصنا الفيديو. ياريت اللي اتفرج معانا وكمل معانا الفيديو للاخر، ما يبخلش علينا باللايك والشير وتدعمونا. ولو اي استفسار ان شاء الله بعمل لكم فيديو كامل برضو ازاي نقدر نزود السرعات. طبعا احنا بنعلي السرعات
في مسامير هنا بنخلي السرعة الذبذبة أقوى أو أقل، طبعا دي بيبقى في إيدينا. أشكركم للمتابعة، كان معاكم أحمد أبو زيد للصيانة والتوصيلات الكهربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.